ونطلع على تعقيب اخر بقى. فارس احنا قلنا الجمهور وكابتن محمود خطيب، نسمع جزء من كلمة الكابتن محمود خطيب في الاحتفال اللي تم بمناسبة وحدة الأهلي الاقتصادية. الاستاد بتاع النادي الأهلي ده، الاستاد السلام إن شاء الله، اللي هو استاد النادي الأهلي القادم بإذن الله، أو اللي احنا بنسعى إن احنا نكمل بروتوكول التعاون ده أو مذكرة التفاهم دي لعقود بإذن الله في خلال شهر من دلوقتي، إن احنا نوفر بقى جماهير قد كده. كان بالنسبة لنا متأثرين جدا ان جمهورنا عشان يروح ورانا برج العرب ويسافر ويرجع في نص الليل، حاجه بالنسبه لنا كانت مزعجه جدا، لكن ما كناش عارفين نعمل حاجه. إن اعتقد بوجود الاستاد السلام هيكون هناك مكان لجمهورنا الى ان نعمل استادنا، او ان شاء الله نبتدي في استادنا، ووقت ما يخلص احنا بننقل هذا الامر الاستاد ده، بيروح بقى استاد الاهلي باذن الله ان شاء الله باذن الله. يعني مهم جدا، مهم جدا زي ما قلت رئيس النادي يكون عنده حرص. كابتن محمود خطيب متأثرين بأن أولادنا بيروحوا يسافروا ويرجعوا الفجر، فالمفروض أن يكون في استاد، وكان في سعي أن يكون لك ملعب هنا في القاهرة. طبعا جمهور النادي الأهلي من كل المحافظات، ولكن في النهاية أنت نادي قاهري، فالمفروض اللعب أو اللعبة تكون داخل القاهرة ويوفر السفر والسهر للجماهير. نتمنى الرسالة دي تصل للجماهير جدا، وزي ما إدارة النادي الأهلي متمثلة في رئيس النادي الأهلي كابتن محمود خطيب حريصين جدا على انك تتواجد وحريصين على انهم يريحوك، نتمنى تكون عندك نفس الحرص على النادي الاهلي. احنا مش بقول لك على اشخاص، على النادي الاهلي. تشجيع مثالي، تشجيع باحترام. اول لما يتحط شعار النادي الاهلي على ملعب السلام، ده بيتك، تدخل تحافظ على بيتك. استاد الاهلي او ملعب الاهلي هو بيت لكل مشجع اهلاوي. لو وصلت ان انت لازم تعمل تنظف الملعب او المدرج قبل ما تسيب المدرج، لازم تعمل كده عشان يكون وتشجيعك يكون للنادي الاهلي، وتشجيعك يكون في نطاق الكوره. النادي الاهلي بيفقد كتير جدا في عدم وجود جماهيره. جمهور النادي الاهلي هو اللاعب الرقم واحد على مدار التاريخ. كل الفرق، كل الفرق وبلا استثناء، ممكن في وقت من الاوقات يكون الجمهور عليها نقمه او سلبيه او وسيله ضغط، الا جماهير النادي الاهلي دايما بتطلع من لعيبه النادي الاهلي اقصى طاقتها. فأرجوك ما تحرمش النادي الأهلي من وجودك داخل المدرج بتصرفات ممكن تكون مش مسؤولة. لا، واستحمل عشان النادي، وإحنا بنناشد كل الأطراف بمعاملة الجمهور بالشكل اللي يساعده في رسالته، والجمهور يؤدي رسالته. وزي ما دايما بنقول، من غير جمهورك مصيرك مجهول. نطلع لفاصل ونرجع لآخر فقراتنا.